تمام. طب ده يقودنا لحاجة تانية، اللي موضوع ان انا لو شغال على سيرفر او كده ازاي اعمل سكيورتي للموضوع. يعني انا خايف من موضوع فيلم، في مسلسل اسمه بريسون بريك، كان واحد نقل الرسومات كلها من الاوتوكاد، فلو واحد معاه الرسومات ديت من الريفت نفسها تبقى مشكلة. فازاي الواحد يعمل او توعية من حضرتك لموضوع ان الناس بتوزع الموديل بتاع البنوك على اصحابها وعلى ناس معرفة وكده. نعم، هذا كله I think الناس عم تخاف زيادة عن اللزوم. بمعظم معظم الغالب الأعم من المشاريع ما عندهم مشاكل بالسكيورتي، يعني ما عندهم متطلبات بموضوع السكيورتي، منهم بنوكي، منهم حبس، منهم شيء عسكري. سو الغالب الأعم ما عنده هالمشكلة، ولكن وقت نوصل لمشروع مثل البنك اللي في هيدا ضمن الاتفاق بين الكلاينت وبين الديزاينر وبين هيدا، حيكونوا طبعا بروتكتد باي كونتراكت، انه اي شيء مودلز او دوكيومنتس او حتى تراديشنال كاد او حتى سكتشز انه يكونوا محميين من التوزيع. فنفس القوانين اللي كانت تطبق على هدول المشاريع قبل البيم هن نفسها حتطبق بعد البيم، ما في فرق.